السيد توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي من فلوريدا. سيد الفاضل، الولايات المتحدة تخوض معركة يقال أنها استثنائية، ما الاستثنائي في هذه المعارك وكل انتخابات أمريكية يقال وتعنون بذات العنوان؟ أول مرحبا لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين. طبعا بكل انتخابات يقولون استثنائية، ولكن ليس أي شيء استثنائي في هذه المرحلة الانتخابية، أما في هذه المعركة الانتخابية إلا أين أصبحت الولايات المتحدة بعد تقريبا سنتين ونصف بعهد الرئيس بايدن. كنا في أوج الحالة الاقتصادية، التضخم المالي كان محدودا في الأول، كان هنالك شبه سلام في كل دول العالم، وإذا اليوم هنالك تضخم مالي هائل في الولايات المتحدة وفي عدة دول في العالم، وهنالك حرب قائمة بين أوكرانيا وروسيا لها أكثر من سنة ونصف تقريبا، وغير ذلك هنالك توترات دولية على جميع الأصعدة، ونرى التحرك الصيني تجاه الشرق الأوسط وعدة بلدان أخرى، ونرى الصين تتعملق على قمة دول العالم بحلول للسلام. فكل هذه المعطيات يأخذها الناخب الأمريكي، ولكن مثل ما تفضلت وقلت قبل قليل بأن الانتخابات التمهيدية إن كان عند الحزب الجمهوري أما عند الحزب الديمقراطي ستكون الأولوية، والأولوية عند الديمقراطيين هل سيقبلون بالرئيس بايدن يشارف على 80 سنة من العمر وهنالك منافسان له، وحتى اليوم لم يحددوا أي موعد لأي نقاش بين المرشحين في الحزب الديمقراطي. أما في الحزب الجمهوري فهنالك سيكون ربما 5 مرشحين 6 مرشحين وسينافسون الرئيس الأسبق دونالد ترامب الذي شهد بفترة ولايته اقتصادا هائلا وتوازن اقتصادي دولي دون أي حروب ودون أن يخوض أي حروب أما أن يبدأ أي حروب على الصعيد الدولي، وإنما حد من أي حروب في المجتمعات الدولية.